طيب دكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية، النهاردة في توقيع عقد الرعاية مع النادي الأهلي كان متواجد. ماذا قال دكتور مجدي القاضي وهو بيتكلم عن عظمة النادي الأهلي وقد إيه إن الجامعات الكندية في مصر هتستفيد من ارتباط اسمها بهذه القلعة الكبيرة النادي الأهلي؟ الحقيقة كلام محترم ومش جديد على النادي الأهلي ورعاة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال دكتور مجدي القاضي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. يعني عشان أنا الجيل اللي استمتعت، الناس دي ما استمتعتش بحضرتك زيي. يا فندم معلش حضرتك، أنا السن ليها تمن. فكابتن محمود الخطيب القامة الكبيرة اللي الحقيقة استمتعنا بيه حضرتك، بتشرف ان احنا نكون مع حضرتك النهارده. صديقي العزيز السفير لوي دوما، يور اكسلنسي، اتس ا بليجر از يوجوال تو هاف يو ان وان اوف اور ايفنتس. سو ذس از سمثينج ذات كنا معنا في واحد من الوفاء يزيدين. That's English, Arabic, that's good. It's a pleasure actually to have you here. That's very nice when I was asked by you. We actually witness later on to see the profits and the benefits of this partnership in this country. Thank you for coming. أنا الحقيقة عشان ما نطولش على حضراتكم وآخد وقت حضراتكم، أنا يعني شكري الجزيل للنادي الأهلي والشركة المتحدة للإعلام الرياضي وزملائي في جامعات الكندية والدكتور ميخائيل وكل الناس الموجودة، ده شكر واجب لازم أقوله. بس أنا بقى هرجع أقول إحنا هنا بنعمل إيه؟ إحنا حقيقة مش جايين نمضي ورقة، إحنا جايين نكمل الفيجن بتاعت الجامعات الكندية اللي بدأت من أكتر من 20 سنة، إن إحنا بنبني حاجة مختلفة في أجيال الشعب المصري، وعايز أمدها شوية في أجيال الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إحنا نبني الجزء التعليمي اللي مرتبط بالعلم. بس النهاردة بنقول إن هو مش علم بس، ده رياضة كمان مرتبطة بيه. لكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا طول عمرنا بنقدر تماما ان احنا الرياضي اللي بيخش الجامعه بياخد ميزه كبيره جدا على العلم اللي بياخده. فبنيجي النهارده بناء على اللي احنا عملناه قبل كده، بناخد باكوره اللي احنا عملناه، بنوقع اتفاقيه مع النادي الاهلي، وهو النادي القار، وهو النادي الاول. رضينا ام لم نرضى، هذه حقيقه. واحنا بنقول احنا لازم نكون على مستوى الحدث، واحنا على مدى 20 سنه بنقدم نفس الحكايه. احنا تعليمنا متميز، تعليمنا يستاهل ان هو يكون موجود على منصه النادي الاهلي. وانا بقول النهارده من خلال الجامعات الكنديه في العاصمه الاداريه الجديده، ان احنا اللي بنقدمه للنادي الاهلي من اول ان احنا بندي سكولرشيب لكل الطلاب اللي هم المتفوقين رياضيا طبقا لشروط القبول اللي في الجامعات الكنديه اللي احنا بنستضيفها في العاصمه الاداريه الجديده. وبالمناسبه احنا العاصمه الاداريه الجديده بدات واحنا بدينا قبل العاصمه الاداريه الجديده. احنا اول فرع الجامعه او اول منشاه بدات، مش تعليميه بس، اول منشاه اشتغلت في العاصمه الاداريه الجديده. وده احنا لينا الشرف ان احنا اللي بدينا بهذا المنشأ في 2018. ويمكن حضراتكم اللي قاعدين ما يتخيلوش ان العاصمه الاداريه الجديده من 2017 كان في موظفين بيروحوا وبييجوا، و2018 في طلاب بتروح وبتيجي. متخيلين ان في 2022 في اول دفعه اتخرجت من العاصمه الاداريه الجديده من الجامعه، وفي 23 من شهرين اتخرجت الدفعه الثانيه. فاحنا اصبحنا حقيقه اللي بتمثل العاصمه الاداريه الجديده، واصبحنا حقيقه برضك ان احنا بنقول ان احنا اول ناس
معتمدين على مستوى الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا الكلام ده ينطبق على كل المؤسسات التعليمية اللي هي بتدي اعتماد جوه مصر. فأنا عايز أقول إن إحنا بنواكب إن النادي الأهلي هو الأول، فإحنا برضك الأول في كل حاجة بنعملها، بشرف إن إحنا نخش مع النادي الأهلي في الشراكة عشان نخدم على نمبر 1 أعضائه. النهاردة كابتن محمود مشكورا ذكر قدامكم وذكر لنا قبل ما نخش إن هو جمهور الأهلي فين في المعادلة دي، وإحنا وعدناه إن إحنا هندرس الموضوع بحيث حتى الجمهور العريض للنادي الأهلي هيستفاد من الشراكة دي أيا كان الشراكة شكلها إيه. لازم ندرس الكلام ده جوه مجلس الأمنة ونطلع بتصور إن إحنا نفيد كل إنسان بينتمي للنادي الأهلي إذا كان عضوا أو مشجعا أو لاعبا يكون موجود. إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا بنعملها إن إحنا بندي منح خاصة لأعضاء النادي الأهلي والفرق الرياضية بتاعته. من ضمن الحاجات إحنا بندي لأعضاء النادي الأهلي خصم خاص لأعضاء النادي الأهلي. إحنا في حاجات تانية ممتدة إن إحنا ممكن بنستضيف فرق النادي في ملاعبنا، بنستضيف الأكشن كل الأنشطة من خلال الاستوديوهات وكل الانفراستراكشر الموجودة في العاصمة. ومش هقول لحضراتكم لازم تشوفوها، اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة فخر لكل حد موجود عشان يشوف اللي موجود في العاصمة المستوى اللي موجود. مش هقول زي لا، هو أحسن من نظيره اللي في الجامعات اللي احنا بنستضيفها. يعني تاني لآخر مرة احنا فخورين بوجودنا في النادي الأهلي وبالشراكة مع النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله إن السنتين اللي فيهم العقد يمتدوا إلى مدى العمر يكون في خدمة النادي الأهلي وأعضائه وجمهوره وفي خدمة مصر كلها إن شاء الله، لأن أطلع طالب رياضيا فت ومع إعلاميا فت إن شاء الله. وأشكركم جدا جدا. كانت كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس أمناء الجامعة الكندية. زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا، وانت قاعد بتتفرج على مثل هذه الأمور بتبقى فخور ان انت بتنتمي لهذا النادي الكبير والعريق.